عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكون اموركم كلها بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا الفيديو ديال اليوم، كما كتشوفوا عندنا تويبات وضروري هذا الثوب بحال الديكرادي ديالو باش غادي نخدموا به ان شاء الله الكويمات والقب بهذا القب مغلف وهذاك الطبطين ديالكم. كما كتشوفوا هذا الكحل درنا ليه هذا اللوين، وهاد الكري درنا ليه هاد اللوين، وبامكان حتى الكحل دير ليه هاد اللون على حسب الاختيار ديالو. هاد الموديل انا ديجا حاطاه في المحل، كنت درته في رمضان، درته للبيع وتباعوا منه جليبات كلهم، ودرته ماشي ضروري بيه هاد الثوب، اي ثوب عندك بغيتي تغلفي بيه القب وديري بيه البونيات ديالكم كديري. كيما كتشوفوا البنات، هذا هو الموديل اللي دابا غادي نديرو بهذاك التويبات اللي وريتكم. هانتوما كتشوفوا فيه الكم عندي فيه البواني بالثوب الاخر، والكول كنغلفوه، والقب حتى هو كنغلفوه، ومن بعد كنديرو الضريس للقب. هانتوما كنزينو القب بالضريس ديال راندا ديال جوج، وكذا الافتتاحات ها هو درنا ليهم السنينات بحال هكا الافتتاحات باش نزينوها، ومن طون تكون داخل فيها ماشي غير عصريه، داخله فيها لاطوش ديال البلدي، وهي راه كتكون كثر طايحين. بالنسبه لهاد الجليبه انا درتها سمدار، يعني كتلبس الال والاكس ال ودوبل اكس ال، ها هي وبقات عندي هذه في المحل، وحتى هي تباعت راه ديجا محطوط فيها العبور، وداكشي علاش بغينا نخدموا جليبات اخرين. بالنسبه للوحده ديال الكليان، وهي بغات على حسب الطي ديالها. اليوم غنخدم معكم هذا الثوب اللي كتشوفوا فيه الاسود، وهذا الثوب اللي غنديرو في الكميمات القلب. علاش غنخدم معكم هذا؟ لان فيه واحد الفصاله مميزه، ما عليكم غير تابعوني حتى لاخر الفيديو، لان هاد الفصاله المميزه علاش حنا كنقولوا الكتف طايحين، يعني كنقولوا ستوندار، كنشدو الثوب وكنطوه لاربعه وكنطيحوا الكتف ديالنا بالثوب كامل. اما هذه ما بغاتش بحال هكا، بغات الكتف طايحين غير شويه، ولكن الجليبه تكون على الطي ديالها. واخا هكا كاين الناس اللي كيقول لك بغيت الكتف طايحين، داك الموديل ديال الكتف طايح، يعني الكم هابط شويه، ولكن ما بغيتهاش مخفخفه بزاف، بغيتها على طاي. داكشي علاش اليوم غنخدم معكم هذا الموديل باش تشوفوا كيفاش تخدموه نتوما بهذيك الطريقه. كما كتشوفوا البنات، انا خديت الثوب وطويتو على الطول ديالو، ها هو الطول ديالو، الجهه المفتوحه هي هذه والجهه المسدوده هي هذه، يعني طويتو على الطول ديالو وخليت الجهات المسدودين بجوج هو الامام ديالي، لان هاد الجليبه كما شفتوا راه مسدوده من الامام. عندي الثوب 2.5 متر، بامكانك الا كنتي يعني ما طويلاش تقدري تاخدي 2.25، فهمتيني؟ يعني تكون كافي بهذه الطريقه الا طويتي بهذه الطريقه. دابا حنا غدا نخدمو الجليبه ديالنا، كنحيدو 8 سنتيم ديال اللغلي دائما، لان اللغلي عندنا بالليل فيها الجليبه وخا عصريه، وكناخدو الطول ديال الجلابه اللي هو 1.29 متر. عندنا الكتف ديالنا 40 سنتيم مقسومه على 2 + 1 سنتيم، هي 21 سنتيم. دائما واخا يكونوا الكتف طايحين كنخدموهم بهذه الطريقه، وكتشدي العبار بهذه الطريقه، كتشدي كتافك عادي وكتهبطي باش ما بغيتي. كناخذوا الكول ديالنا 8 سنتيم وكنهبطوا الكتف بهذه الطريقه 3 سنتيم. دابا غادي نمشيو عند الصدر ديالنا، الصدر ديالنا عندها 100 سنتيم، 100 سنتيم يعني عندها الا قسمناها على 4 وزدنا 4 كتعطينا 29، حنا غادي نديروا 30 سنتيم. هاد 30 سنتيم غادي نطلعو معاها حتى هنايا، غادي نديرو 30 سنتيم حتى هنا.
علاش البنات؟ باش حنا هي السيده بغات الصدر ديالها يكون اكزاكت والحزام ديالها يكون اكزاكت، ما يمكنش لي انا نهبط الكتاف ب 14 سنتيم عاد غادي نرجع الصدر، او نهبط الكتاف ب مثلا 4 سنتيم عاد غادي نرجع الصدر بحال هكا. ديما كيبغي هاد الخط يكون افقي بحال هكا وموازي الحاشيه ديال الثوب. دونك انا ملي خديت 30 سنتيم خديتها حتى هنا، دابا عاد غنشوف بشحال غادي نهبط ليها الكتاف ديالها، غنهبطوا ليها ب 9 سنتيم. ها نتوما هي هذا القياس ديالنا. دابا البنات عندها التركيز ديالها 24 سنتيم، غنزيدو 2 سنتيم غادي نديرو 26 سنتيم باش يجي مخفف، ولا نديرو 25 سنتيم باراك بحال هكا. دونك حنا عندنا الصدر ديالنا هو هذا، غنهبطو ب 11 سنتيم حيت زدنا سنتيم هنا، وغناخدو الحزام ديالها اللي هو 92 سنتيم، هي كتعطينا الا قسمناها على 4 زائد 4 كتعطينا 27 سنتيم. دونك كنهبطو بحال هكا. غنمشيو للحوض ديالها اللي هو 108 سنتيم، غنهبطو ب 24، 108 كتعطينا 31 سنتيم، غنحطو 32، ديما كنزيدو سنتيم واحد، صافي. وأنا حنا غنصلو هاد النقاط بالمسطرة، وغادي نقادو هاديك التقويصة ديال تحت من التركيز ديالنا. هانتوما البنات هادي هي القياس ديالها بحال هكا، يعني عندها صدرها وعندها الحزام ديالها اللي هونش جدا واحد شويه باش يجيو مخففين، وما تبقى بحال هكا. دونك هذه هي الجلابه، الفصاله ديال الجلابه اللي طيحي الكتاف وبالطريقه بغاتها ما واسعش. بالنسبه ديال الكول ديالي كنهبط بجوج سنتيم هنايا، ومن بعد عاد غادي نشوفوا الامام. دابا نقطع التراسات ديالي ومن بعد غادي نشوف الامام. هانتوما البنات هذا هو الطراساج ديالنا، هو قطعناه. دابا غادي نحلو هاد الجهه اللي بقات مسدوده من هاد الحاشيه، وغادي نطلعو واحد جوج سنتيم من هنا. باش ما تجينيش الجلابه هابطه من الجناب. بالنسبه للكول غادي نخلوه حتى للاخر، علاش؟ لان الكول غادي نغلفوه بهذا الثوب، دونك غادي نحطوه على جنب بحال هكا، وغادي نمشيو للكمام ديالنا والقب هما الاولين غادي نخدموهم حيت هما غنخدمو فيهم الثوب، عاد ندوزو الكول ديالنا. كما كتشوفوا الثوب راه وافي لان خدات 2 متر ونص، وهي الطول ديالها غير 1.29 متر. دونك الا كانت السيده ما طويلاش من الاحسن تشد واحد القياس معين في الثوب. هانتوما البنات دابا بغيت نفصل الكم ديالي، راني خديت الثوب وطويتو على 4 وخليت هاد الجهه باش نستغلها القب ديالي باش نلقى ليا الثوب ونخليه. بالنسبه للكم ديالي غادي ناخذ البندا فيها 5 سنتيم، احنا حيدنا 5 سنتيم، وغادي ناخذ الطول ديالي. البندا دائما كتاخذ 2 سنتيم ديال الخياطه، دونك الا خديت 5 سنتيم من الاحسن غنحيد مثلا 5 حيدت انا 5 سنتيم. انا نحطو لكم هو 52 سنتيم، هي هذه 52 سنتيم، وغادي نقص منها 9 سنتيم اللي انا طيحت بها الكتف ديالي. دابا غادي ناخذ التركيز ديالي اللي خديته هو 25 سنتيم باش خدمت الجلابه، وغنهبط ب 5 سنتيم لان الكتف طايحين بحال هكا، وكناخذ شحال بغيت في راس الكم. راس الكم غادي نبغي فيه 19 سنتيم، يعني غير بغيت 18 غنزيد واحد سنتيم، هي هذيك 19 سنتيم غندير وصافي. ومن بعدها غادي نقاد هذا الخط اللي لتحت بحال هكا. هذا هو الكم ديالي. ديما حيدو قياس الباندا هو الاول، مثلا عبرو السنتيم وسير طول الكم ديالي. انا دابا غادي نقطع. انتما البنات هذا هو الكم ديالي،
دابا غندير ليه الباندا ديالو، غنشد الثوب بحال هكا عادي وغادي نطويه على جوج بهذه الطريقه، ونعاود نطويه على جوج بحال هكا، وناخذ القياس اللي بغيت. مثلا انا خديت القياس اللي بغيت هو 5 سنتيم، دونك انا غناخذ حق الخياطه والسوجي غناخذ 7 سنتيم او 8 سنتيم، ماشي مشكل. ديك الساعه انا ملي كناخذ الباندا عاد ديك الساعه كناخذ القياس اللي بغيت، وما بالطبقه راه كندخلو في الخياطه وكيتحيد بالسوجي. دونك انا مثلا شحال غناخذ، الا خديت 17 سنتيم يعني هاد الثوب غنتني غناخذ 14 سنتيم. خذوا القياس اللي بغيتو، والطول ديالكم شحال قلنا هنايا؟ قلنا 19 سنتيم، هاهي 19 سنتيم هنا، هاهي 19 سنتيم، هانتوما البنات. دابا غادي ناخد القياس اللي بغيت بحال هكا، غادي نوفي واحد شويه، ودابا هاد الثوب غادي نقسمو على جوج بحال هكا. كما كتشوفوا دابا عندنا جوج بوانيات الكوين ديالنا، هما هاد هما الكوين، وافيين عندي في الارض ووافيين في الطول، اللهم يكونوا وافيين، ولا يكونوا ناقصين غادي ينقصوا ليا من العرض ديالكم، ولا كانوا ناقصين في العرض غادي ينقصوا ليا من الطول ديالكم. من الاحسن كتوفي الباندا بهذه الطريقه. هذه هي الباندا ديالكم. دابا غندوزو دابا القب ديالنا، ومن بعد غادي ندوزو الكول باش نشوفو مجموعين كيفاش غادي نديرو ليه. بالنسبة للقبة البنات، هانتوما الثوب راه وافي أصلا، شديت هاد الثوب بحال هكا وطويتو على جوج بحال هكا، هاهو وغنشد الثوب الاخر ديالي بحال هكا، البنات غادي نطول على جوج حتى الجهه المسدوده كتكون على الجهه المسدوده بهذه الطريقه، ونقاد الثوب مزيان باش ما يكونش عندي تفاوت في الثوب ملي نكون كنبطل فيه يعني في الخياطه، ما يكونش عندي بومباج بالنسبه للطبطين او شي حاجه. بحال هكا نقاد مزيان بحال هكا، عاد شد دابا القياس ديالي. عندي القب فيه 42 سنتيم في الطول ديالو، ها هي عندي 25 سنتيم ديال العرض ديال القب، كنهبطو ب 12 سنتيم كقاعدة بالنسبة للقب ديالي، كناخد هنايا 29 سنتيم أو 30 أو 28، يعني على حسابك نتيا أشنو بغيتي. من بعد كنصيلو هاد النقاط بهاد الطريقة، بالمسطرة كيكون أحسن باش يجي عندك مقاد. وكنصيلي تا هادي بالمسطرة بحال هاكا. من بعد هانتوما البنات كيما باش يكون عندك هنا مقاد، كطلعيه بواحد 1 سنتيم هكا بالمقص،
قومي البيض كتهبطي بواحد سنتيم بحال هكا النقطة ديال، كما كتشوفو هذا هو الطبق ديال. ها هو القرب ديالنا والطبطين ديالو بجوجهم. دابا البنات غادا نرجعو الكول ديالي اللي قلت لكم غادا نخليه حسن نقطع كل شيء. دابا الكول ديالي غادا نحيد، هانتوما غادا نحيد الخلف حيدتو وخليت غير الامام يعني طرف واحد باش ما تقوريهمش بجوج. ملي كنبغيو نقورو دائما الكول يا في البيجامات يا في العبايات يا في الكسيوات اي حاجه وهو مسدود كنثبتو الكول على الكول بحال هكا والتركيز على التركيز وكلشي باش تقوريه هو مكال، ما تقوريش هو ميل لواحد الاتجاه. كتشدي الثوب اللي عندك دابا بهذه الطريقه، يعني كتشوفي الثوب اللي غادي يخدم ليك هنا مثلا، انا غنشد هذه البلاصه اللي عريضه بحال هكا غنديرها من التحت باش نشوف القياس اللي بغيت. البنات ملي كتحطي هذا مطوي على جوج بحال هكا والجهه مسدوده اتجاه ديالك، كتحطي عليها الجلابه ديالك يعني الامام ديال الجلابه ديالك اللي بغيتي تقوريه بحال بحال هكا. دائما مقاد كما قلنا التركيز على التركيز والكول على الكول بهذه الطريقه بحال هكا. من بعد كتاخدي القياس اللي بغيتي في التقويره ديالك يعني على حساب الكول ديال السيده واش بغيتي. كنحيدو ديك جوج سنتيم اللي بغينا وكنهبطو ب 11 سنتيم هي، وكناخدو فتحه العنق اللي هي 5 سنتيمات. علاش كتاخدي 5 سنتيمات وما كتاخدي 7 سنتيمات؟ ملي كنخيطو البياسه ضروري كنشقو واحد سنتيم، يعني سنتيم كيدي هنا خياطه وواحد الشقه، دونك الله كتوصلي 7 سنتيم باش ما يجيكش الكول يعني محلول بزاف، وعلى حسب تاني القياس ديال السيده شحال بغات. دابا غنقوروهم بجوج كما شفتو وكنحلو الجلابه ديك 5 سنتيمات وحتى الطبطين ديالنا حتى هو نفس القياس. كنحيدو دابا هادي وكنعاودو نقورو الثوب اللي بغينا يكون الطبطين ديال الامام وكنهبطو بديك الهبطه ديال الكتف. هانتوما البنات كما شفتو الجلابه اللي عندي مخيطه راه هذا هو الموديل. كما عرفتوا شنو غادي نديروا ليها، راه حنا غادي دابا غادي نخيطوها وغادي ندفعوها للرنده باش تجي كما بغينا وكالطريقه اللي بغينا. غندفعها بالطريس وضروري ان شاء الله عندي لا الموديل الكري ولا الكحل. غتشوفوا دابا الفيديو ديال الخياطه ومني غادي يكملوا غندير لهم استعراض في فيديو خاص بي. كما كتشوفوا دابا كنقاد لكم كيفاش غادي تكون الجلابه. ملي كتبطني بحال هكا الكول ديالك وكتني الجلابه بهكا باش ديري الطريس ديالك، كيبان هذا بحالو بحال الطبطين ديال الكول، يعني كتبان بحال الجلابه انها دوبل فاس بهذا الثوب. وكنتمنى هاد الفصاله ديال هاد الجلابه تستافدوا منها وتعجبكم، والى فيديو اخر ان شاء الله.